الكلاب بتلف حوالين نفسها كتير جدا وهي بتلعب قبل ما تنام على الأرض وكمان قبل ما تدخل الحمام، يا ترى ليه؟ السلام عليكم، مهند معاكم. أي حد فينا ربى كلاب أو بيحب كلاب وبيتفرج على فيديوهات عنهم بيشوف كل يوم السلوك ده، وهو سلوك غريب جدا، وأكيد أي سلوك عند أي حيوان ليه سبب. ففي فيديو النهاردة هنعرف ليه كلاب بتلف حوالين نفسها. قبل ما الكلب بينام على الأرض مثلا، الكلب بيلف لفتين تلاتة كده وبعدها بينام. طبعا لو الكلب متربي في بيت أو في سطح الأمر بيكون غريب شوية، لكن السبب الحقيقي إن الكلاب في البرية بتعيش في مناطق فيها عشب أو زرع أو حتى تلج، فاللف في دواير بينيم السطح اللي الكلب قاعد عليه او السطح اللي هو واقف عليه، بينيم العشب ده وبيخليه زي سرير، فالمكان بيكون مريح بالنسبة له. سبب تاني ان اللف في دواير بينشر ريحة الكلب في مكان اللي اختاره عشان ينام فيه، وده بيحذر اي حيوان تاني انه يقرب من المكان ده اكتر من اللازم. سبب اخير، الكلب وهو بيلف لو في اي زواحف او حشرات في المكان ده، حركة الكلب المستمرة قبل النوم بتبعد الكلام ده عن مكان نومه. بالنسبة للحمام، برضو الكلب بيلف في دواير علشان لو زرع اللي واقف عالي شوية بينيمه، وهو بيلف علشان لما يجي يعمل تويلت شرايط الكلب ما تتوسخش وتفضل نظيفة. في بقى حاجة غريبة جدا، انتوا عارفين ان في انواع من الطيور بتهاجر او بتسافر مسافات طويلة جدا. الطيور دي عندها قدرة ان هما يعرفوا حاجة اسمها electric magnetic field بتاعة الارض. علشان اسهلها شوية، الطيور المهاجرة تحس ان هما عندهم بوصلة في دماغهم، عارفين الاتجاهات، الشمال من الجنوب، الشرق من الغرب. في بحث اتنشر في Frontiers in Zoology في ديسمبر 2013، لينك تحت حسيبه في الديسكريبشن. في علماء ابتدوا يراقبوا 70 كلب مكون من 37 سلالة مختلفة لمدة سنتين، وكانت النتيجة ان اغلبية العظمى من الكلاب بعد ما بتلف وقبل ما تعمل تويلت كان بتقف ظهرهم للجنوب وشهم متجه للشمال. بعد ما قريت عن الموضوع ده ابتديت اركز مع كلبتي نتائج جيرمان شابرد، ولاحظت فعلا ان هي بتبص معظم المرات اللي بتعمل فيها تويلت. سبب اختيار الكلاب للاتجاه ده لحد دلوقتي مش معروف، بس معلومة زي دي بتأكد لي ان كلابنا حاسة بالارض اكتر مننا. وساعتها لما اقرا ان كلب كان بيهوهو او بيتصرف تصرف غير طبيعي وبعد كده يحصل زلزال او بركان في نفس المكان ده، حاجه زي كده تخليك فعلا تفكر كم القدرات اللي موجوده في حيوان زي الكلب. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو على الفيسبوك، اللينك تحت في الديسكريبشن، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. يلا، السلام عليكم.